الأكاذيب بتصنع بكبسة زر، الشائعات معلومات ملفقة بتنتشر زي السرطان، فوضى وفتنة وكراهية. فين من الأخبار حواليك مش عارف صح ولا غلط. عالم أصبح فيه الذباب الإلكتروني هو سيد اللعبة. وسط الفوضى الرقمية طلع حد وقال لازم وقفة. إيه الحكاية؟ الإمارات بتقود حملة جديدة وجريئة لمواجهة الحسابات الوهمية اللي بتهدد أمن واستقرار الشعوب والدول. الشيخ عبد الله الحامد رئيس المجلس الوطني للإعلام في الإمارات أطلق مبادرة هدفها تنظيف الفضاء الرقمي من السموم اللي بينشر الذباب الالكتروني. يعني ايه ذباب الكتروني؟ جيوش من الحسابات المزيفه والمبرمجه بتدار بشكل منهجي لاغراق الانترنت بمعلومات مضلله وشائعات هدفها خلق الفوضى وزعزعه استقرار المجتمعات ونشر الاكاذيب وزرع الفتنه. على سبيل المثال يقدر الذباب التلاعب بالحقائق المتعلقه بقى بالاحداث السياسيه او الاقتصاديه وغيرها، وده بيخلق توترات اجتماعيه خطيره جدا. الشيخ عبد الله وجه دعوته للكل، حكومات، مؤسسات، افراد، كمنظومه متكامله حظر الحسابات الوهمية، لأن الحسابات دي بتحمل أجندات سياسية وطائفية. تفاعل خليجي وعربي واسع والكل عايز يتعاون لوضع سياسات وإجراءات فعالة للتعامل مع الظاهرة السلبية دي. المطلوب هو حظر الحسابات والتعاون مع السلطات الأمنية والقانونية المختصة في كل دولة. خلي بالك الحملة مش مجرد رد فعل، بل خطوة استباقية لحماية المجتمعات من الفيك نيوز. اتأكد من المصادر قبل ما تنشر، وما تنجرفش وراء الأخبار الزائفة، وبلغ عن الحسابات المشبوهة اللي بتروج للأكاذيب. وسلام.